يا شاطر. لنستعجل قليلا يا غضبان، أنت تصنفر متأخرا. أنا أكره مفكر. قوي، توقف، ستصنفر عنقك. مهلا، سأصعد إليك. أرى أنك لن تسمع المثل الحكيم عن الصنفور الذي يجلس على الجهة الخاطئة من الغصن. فكر قبل أن تصنفر. ماذا سيحصل لهذا الغصن عندما يصنفر؟ قف على الجهة الأخرى، أفهم؟ هل تعني هكذا؟ صحيح. والآن يمكنك إكمال عملك بالنشر. ألست محظوظاً كوني صنفرت بالقرب منك؟ أنا محظوظ جداً. يجب أن تكون أكثر. هذا ما نريده. صنفروا هذه الأحطاب معاً واحرصوا على وضعها جيداً. تذكروا أن الصنفرة في صنفور كسلان. من السيء جداً أن تصنفر في عملك هكذا. سأخبر بابا صنفور ولن يعجبه ذلك على الإطلاق. بابا صنفور، أين تكون عندما أحتاج إليك؟ بعض نبات اليبروج كجرعة مصنفرة. هكذا. والآن لنرى إن كان هذا السماد يعمل. هيا أيتها الزهرة الكسولة. إنها تكبر. أحسنت. لقد نجحت. أملك الآن قوة الأزهار. عجباً، ماذا يحصل؟ لابد من أنني أخطأت في شيء ما. بالفعل، أضفت الكثير من... نبتة تأكل السنافر. كيف تعضين اليد التي تسقيك؟ إليك، كلي هذه فقط. سبقني أغصانك بعيداً عني. النجدة، النجدة. هذا صوت بابا صنفور. بابا صنفور، بسرعة، بسرعة، لا يمكنني التنفس. اتركي بابا صنفور، هل جننت يا زهرة؟ النجدة. قوي، اضرب مباشرة على جذع النبتة. حاضر بابا صنفور. هل أنت بخير بابا صنفور؟ أجل، ولكن هذا السماد الجديد الذي اخترعته خطر. لا يمكنني تغييره. خذه إلى الصحراء وادفنه هناك. حسنا بابا صنفور، هيا بنا يا كسلان. كم أن الطريق مسنفرة وطويلة. أنا تعب وهذه المجرفة ثقيلة. ألا يمكننا التوقف لقيلولة؟ هاي، انظر، واد وما في ذلك. إنه أقرب بكثير من الصحراء. صحيح. مهلاً، طلب منا بابا صنفور أن نسنفرها تحت الأرض. وأي أرض قد تكون أبعد من هذه؟ حسناً، أعتقد أنك على حق. سوف أرميها. تخلصنا منها. ها، لن تسبب المشاكل بعد الآن. أجل، علينا أن نصل إلى القرية في الوقت المناسب للنوم.
هذا رهيب، أشعر بذنب يمنعني من النوم. ربما كان قوي محقاً، كان علينا سنفرة هذا السماد في الصحراء. ربما قوي يعرف ما العمل. ما هذا؟ ماذا يحصل؟ من الأفضل أن أعود إلى منزلي. من هنا؟ من هذا؟ من يزعجني خلال نومي الجميل؟ ما هذه الأصوات؟ أكره الأصوات. لا، لم يكن هذا صوت بوقي. أوه يا ويلي، هل كل السنافر بخير؟ يقول بابا سنفور إن الأحداث في الليل تؤثر في راحتكم في اليوم التالي. ما كل هذه الضجة؟ هل حصل أي شيء لأي سنفور؟ أنا يا بابا سنفور رفرف بجناحيه ثم انقض علي، ورأيت خيالا هائلا وسنفر صوتا عاليا جدا. سنفر صوتا عاليا؟ بابا سنفور، بابا سنفور، تحطم المخزن واختفت كل الأطعمة منه. من المخزن؟ أوه، من عساه يسنفر شيئا كهذا؟ بابا سنفور تعال وانظر إلى هذا. قائمة عصفور. لابد أن ذلك العصفور وحش حقيقي. إذن عصفور هائل أكل كل طعامنا. لقد أكل الكستناء والذرة والنباتات وكل العسل اللذيذ. يا للسنفرة، آمل ألا يكون قد دمر الجسر، وإلا لن نتمكن من العبور وإحضار الأطعمة. تعالوا معي لنلقي نظرة على الجسر، هيا. أكره إلقاء نظرة على الجسر. جيد، يبدو أنه بحالة جيدة. إذن فلنحضر المزيد من الأطعمة بابا سنفور. ياي، إنه العصفور الوحش. لكن من أين أتى هذا الوحش؟ أنا أكره العصافير الوحوش. انتبهوا، ها هو يأتي مجددا. إنه يسنفر جسرنا. أكره الوقوع. ليعد كل سنفور إلى القرية. انتبهوا. من هنا أعرف مكانا نختبئ فيه. تعال أيها الطائر الكثير الريش. أكره العتمة. أوه، هذا مخيف جدا. ماذا سنفعل يا بابا سنفور؟ سنكون أذكى من ذلك العصفور. اتبعوني. ذكي جدا بابا سنفور، لا أقلق أبدا عندما تكون موجودا. هاودي هاودي هاو. النجدة. ليتوجه كل سنفور إلى مكان الاجتماعات. دعوتكم لإخباركم أننا نواجه خطرا كبيرا. علينا سنفرة طريقة لحماية أنفسنا من هذا العصفور المسنفر الأكول. أنا أكره أكره العصافير. المسنفر الأكول. هذا العصفور يذكرني بالنبتة التي هاجمتني في مختبري. أخبرتك بأنه كان علينا سنفرتها في الصحراء. صحيح، لكنك قوي؟ كسلان؟ نعم يا بابا سنفور. هل دفنتما جرعة السماد في الصحراء تماما كما طلبت منكما؟ في الواقع كسلان، أعني الحقيقة هي أنه لقد سنفرناها في واد بابا سنفور. في واد؟ كيف خالفتما أوامري في مسألة بهذه الأهمية؟ يجب أن لا تخالف أبدا أوامر بابا سنفور لأنه هيا احتموا. Oh, my God.
ما يحصل عندما تخالفان أوامر بابا سنفور؟ تسنفران كافة المشاكل التي تقع على رأسيكما. انتهيت، لنرى إذا كان يستطيع الدخول من الباب. حسناً، عرفت أنه لن يدخل من الباب. أيها العصفور الجميل، إليك هدية صغيرة. لا يمكنك فعل هذا بهديتي. هذا لم يكن مضحكا. إلى ملجأ السنافر في الغابة بسرعة. هذا مكان آمن. اتبعاني، أنا أعرف مكاناً أميناً. أرني قبضتك أيها العصفور. طار العصفور بعيداً يا بابا سنفور. جيد، علينا الآن مناداة الآخرين ليلاقونا هنا. واحد، اثنان، ثلاثة، سنفرا! يوهو يا سنافر! ماذا يحصل؟ جيد، يمكنه مساعدتنا على إيصال الرسالة. إليك، حظا موفقا فزرز. وانتبه من العصفور الهائل. هل ترين العصفور الهائل يا سنفورة؟ أكره العصفور الهائل. لا، لكنني... ما هذا؟ إنه العصفور الهائل، يمكنني شعور بذلك في قلبك؟ أنا لست خائفاً حقاً، في الواقع لا شيء يخيفني حقاً، كنت فقط أقول... ياي! العصفور الهائل! العصفور الهائل! إنه فيذرز! فيذرز؟ لكن ما هذه اللافتة؟ يا سنافر، تعالوا إلى البرج القديم. طبعاً، عرفت طوال الوقت أنه فيذرز و... لابد من أنها من بابا سنفور، علينا إيجاد الآخرين. يا سنافر! ماذا هناك يا سنفورة؟ بابا سنفور! في البرج القديم، هيا بنا. أكره الأبراج القديمة. بابا سنفور، ها قد وصلوا. لكن انظر ماذا وصل أيضا. العصفور الهائل، لن نسنفر أي فرصة. سنفروا بحياتكم. لا تدعنا نستعجل يا سيد عصفور هائل في العجلة الندامة. مسكين مفكر. اهتفوا لي فيذرز! وفروا هذا الهتاف. لنفكر في طريقة للتخلص منه. لدي فكرة يا بابا سنفور، يمكننا إصلاح القوس والنشاب القديم. بالفعل يا شاطر، إنها فكرة جيدة. ها هو! ها؟ ماذا؟ أين؟ ما؟ حسناً، جاهزون؟ صوبوا! أطلقوا!
أطلقوا. لا يا غبي، هذه الحجرة صغيرة جداً. بابا صنفور يقول دائماً إن علينا العمل بدقة. بابا صنفور يقول: أطلقوا النار. سأشكوك إلى بابا صنفور يا قوي. علينا صنفرة شيء آخر. لا لا، هذا لن يصنفر. لقد لا لا، هذا لن ينجح. وجدتها. كسلان قوي، هل تذكران تحديدا أين رميتما جرعة السماد هذه؟ بالطبع بابا صنفور. هذا جيد، إذا نذهب عند الظلام. كن حذرا بابا صنفور. علينا العودة قبل أن يستيقظ عند الفجر. هل المسافة بعيدة؟ ليس كثيراً. هل المسافة بعيدة؟ ليس كثيراً، لا. هل المسافة بعيدة؟ أجل، إنها كذلك. حطت الزجاجة حوالي نصف المسافة نحو القعر. لنبدأ العمل، اقترب الفجر. ها هي الزجاجة يا بابا صنفور. أرى أن فيها ما يكفي. ماذا ستفعل بهذه المادة بابا صنفور؟ سأعكس مكونات هذه الجرعة وأعيد هذا العصفور الهائل إلى حجمه العادي. آمل ذلك. لا أعتقد أننا سننجح في الوصول. أجل، كاد الفجر أن يطلع. إذن أسرعا في الركض. كدنا نصل، سننجح في الوصول. سوف لن ننجح في الوصول. أعتقد أننا سنموت. انظر إلى الناحية الإيجابية يا كسلان، هكذا ستحظى بالنوم الأبدي. سئمت حقا من هذا كله. يا سنافر، افتحوا النافذة. هيا هيا هنا. كانت هذه راحة صغيرة لنا. أجل، لن أنام لأسبوع. شاطر، هل أصبحت مفاجأتك الصغيرة جاهزة؟ جاهزة يا بابا صنفور. إذن صنفر المدفع بينما أعكس مفعول جرعة السماد. ها هو آت. جاهزون؟ أطلقوا النار. يوبي، لقد هزمناه. فليسقط العصفور الهائل. والآن ماذا سنفعل بهذا العصفور الهائل بابا صنفور؟ سأطعمه جرعة السماد المعكوسة هذه. هيا سنفر لي الحظ. يا شاطر، عندما أعطيك الأمر تركل هذا العصفور الهائل جيدا. أقول فك الحبل عن منقاره. جاهز؟ سنفره يا شاطر. لماذا؟ أجل أجل، سمعتك. اذهب وسنفر في مكان آخر، أنا منشغل. عد
عكس بابا سنفور الجرعة وقلص العصفور إلى حجمه الطبيعي، وهذه فكرة رائعة طبعاً. ولم يعد العصفور الهائل يسبب لنا المشاكل. وأوت! ألا تعرف أن لا خير يأتي من رمي حجر؟